ايجلز احنا جروب لملاك الهوندا كلها في ايجيبت. ابتدينا من حوالي من شهر 3 ساعة احداث الكورونا، ودي من الحاجات البوزيتيف اللي حصلت في قعدتنا ساعة الكورونا. معظم الناس قعدت في اشغالها، ودي الحاجات البوزيتيف اللي ابتدت الناس تفكر فيها. احنا كنا جروب طوارئ على الواتساب حوالي 6 افراد، 6 ملاك، عاملينه عشان لو حد فينا حب ان هو يشوف اي مشكله حصلت له ياخد فيدباك من اي حد. ابتدى الجروب يكبر لغايه ما وصلنا ل 250، وده كان الماكسيمم بالنسبه للواتساب. ابتدينا نشوف برنامج تاني زي التليجرام مثلا. التليجرام وصلنا فيه ل 2500 تقريبا مالك. الملاك بصفه عامه ناس كتير منهم عندهم قله خبره في حاجتين، في التكنيكاليتيز بتاعت العربيه، وفي المراكز الخدمه، ده حلو ولا وحش، ده رخيص ولا غالي، ده كويس ولا لا. فابتدينا نعمل الجروب بشكل ان احنا نخليه كله اونرز، كله ملاك، ونتاكد ان كل الموجودين ملاك، عشان يبقى في شفافيه، ان كل واحد يقول رايه في قطعه الغيار بدون ما يبقى شايف اي تاجر هيقول له حاجه او سيان مركز الخدمه كذلك. لما نعمل جروب زي كده الناس كلها بتحاول عاوزه تخدم بعض، بتفيد بعض بدون ان احنا ندخل اي سبونسر. يمكن بنسبه 90% من مقدمي الخدمه وتجار الهوندا او اللي بيصلحوا كلهم بصراحه الناس مشكورين، بيحاولوا يساعدونا من اول التوكيل لغايه اصغر تاجر قطع غيار. الجروب ده يعني عرفنا على ناس كتير فعلا، ناس محل ثقه ووصلت لمرحله الصداقه والاخوه، فانا دي شايفها من اسمى اهداف الجروب بصراحه. بلس ان مفيش اي وجه استفاده ماديه من اي حد، الموضوع جروب خدمي بحت يعني. فعلا بيسبورت اس ان احنا نقدر ان احنا نوصل لاعلى سورتس باقل تكاليف، سواء من خلال التوكيل كهوندا نفسه او من خلال مراكز الصيانه. بقينا بنشير مع بعض اي مشكله بتحصل، بنستفاد منها بعد كده. يعني ممكن ناس مننا تبقى حصلت معاها المشكله دي، مجرد ان هو كان قرا حاجه حصلت في بوست موجود معانا في الجروب، خلاص ما بقاش حتى ممكن ما يكتبش سؤال تاني، خلاص هو عنده هيستوري ايه اللي بيحصل في المشكله دي. استفدت الكوميونتي نفسه، اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اتعرفت على ناس جديده، وان انا اتعرفت على ناس عندها بتحب نفس الحاجه بتاعتي اللي انا بحبها، وبنشارك حاجات كتير مع بعضينا. حلاوه الجروب ان هو ما كانش فيه تجار او كده، فما فيش استغلال، ما فيش افاده غير افاده ان انت بتستفيد من مشاكل اللي قبلك حلها. وغير كده كان في اوفرز كويسه، فعشان انت رقم كبير في الجروب فتقدر تعمل اوفرز كويسه مع مراكز خدمه ومراكز بيع، حتى توكيل هوندا نفسه. دي حاجه ما اتعملتش قبل كده تقريبا في اي جروب عربيات تانيه او